اوبتيمال دونك سي بور سا داري دي فوا تغلبوا عليهم فريق تونسي اللي عندهم كرواسونس بريكوس تغلبوا عليهم بهذيك بالقوه البدنيه على هذيك ما قدرناش نلعبوا اللعب تاعنا مي الحمد لله لاعبين كانوا رجال وقفوا ند للند لعبنا مع فريق يمتاز بقوه بدنيه قويه مش قوارين على الاداء اللي اداوه كذلك فريق تونسي دار مباراه لاباس بها شيء المتاسف بصرف ما بين الشوطين اننا امتصوا نوعا ما حراره اللاعبين تاعنا ونعرفوا طريقه الممارسه اللي مارفين يستعملوها الفريق التونسي يلعب اكثر على اعصاب اللاعبين ويعرفونا احنا كجزائريين انفعاليين احنا هذا الشيء وصينا اللاعبين تاعنا باش يقعدوا في التركيز تاعهم تاع المباراه الحمد لله نعاود نقولها الاخفاق راح يكون ولكن ما تنساوش بلي هالداري مازالوا في اطار تعليم اليوم نتعلموا امور اخرى تعلموا امور جديده في كره القدم انهم يسيروا المباراه رغم اننا ما فزناش ولكن كانت ضربات ترجيحيه اللي فزنا بهم وهذه الدوره حنايا لو كان كانت اليوم كاس افريقيا انا تاهلنا نصف النهائي نورمالمون تاهلنا كاس عالم ان شاء الله هاد لا كوبي سافا ان شاء الله في كاس افريقيا 2023 اللي ان شاء الله يكونوا في نصف النهائي ان شاء الله.